احبتنا في كل مكان، ارحب فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكره اهداف. من خلال هذا البرنامج نتجول مع مجموعه من الاهداف. احنا نقول بعض الاحيان هذه الاهداف تحمل هذه الذكريات الجميله لكل من ذهبنا مع المباراه، لكل من شاهدنا هذه المباراه مع اصدقاء مع اهل في البيت، شاهدنا المباراه في اماكن مختلفه تحمل ذكريات جميله، وربما تكون بعض الاحيان ذكريات غير جميله للفريق اللي خسر، ولكن تبقى هناك اهداف عالقه في الذهن. والان السنوات تتوالى كثيرا، عندما نتذكر حقب من الحقب المختلفه الان في الرياضه الكويتيه تجد هذه المباراه ربما اصبحت قديمه. لذلك نحرص من خلال هذا البرنامج على عملية التنويع، والتنويع أمر مهم جدا حتى تكون الأهداف مختلفة. سنبدأ المشوار بعد الفاصل. مباريات كاظمة والقادسية 5/12/2006 تحديدا، حتى نكون معاكم اولا باول في تاريخ هذه المباريات. ولما تكون مباريات كاظمه والقادسيه عاده من النادر ان تنتهي هذه المباريات بالتعادل السلبي على مر تاريخ مباريات كاظمه والقادسيه. من ايام زمان من الصعب ان تنتهي بالتعادل السلبي، كانت نسبه الاهداف عاليه، وايضا كانت الاهداف المباريات مثيره في احداثها في اهدافها. تبقى مباراة الكاظمة والقادسية أو القادسية وكاظمة مثل ما حكيت من المباريات المهمة. سنتوقف لعام 2006 القادسية وكاظمة. جمال يلعب أمام اللي عبد الرحمن الموسى إلى سعدون الشمري، سعدون نواف، المطيري، تنقطع لكاظمة، الطيار إلى فهد الفهد، فهد الفهد وانفراد وتمر جول. الهدف الأول ليونس المشيفري المحترف العماني مهاجم كاظمة، وكرة صنعها طبعا في البداية من الطيار إلى الفهد. هذه عادة، شوف هذا فهد الفهد، فهد تدد من بدر الجمعة، ومتابعة جيدة أيضا من المشيفري، يسجل أول أهداف المباراة لصالح كاظمة. ديسمبر الحالي، طيار طويلة، فهد الفهد يلعبها نواف الحميدان، لو شات خطرة تمر جول. ثاني نواف الحميدان إلى المشيفري صاحب الهدف الثاني. شوف هذا نواف، شوف يونس المشيفري كمله فعلا وهو صاحب الهدف. في دقيقة 42 يسجل يونس المشيفري الهدف الثاني بعد أن سجل الأول في دقيقة 23. اللعب للغتسية ناحية الشمال لراشد عرضية، والكندر براسه جول. هدف جميل مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني على الكندري العائد. من زمن الشوط الثاني يسجل على الكندري أول أهداف الغتسية. هدف حلو فعلاً، سيعطي دافع كبير للغدسية وللمباراة عموما وكاظمة أيضا. كيتا غدسية أمامية لنواف المطيري، نواف يلعبها خطرة، الله، والتعادل 2-2 وبالاشتراك ايضا نواف المطيري وعلي الكندري. تغير الحال للغدسية في الشوط الثاني، تغير وتركيز لما ركز محمد ابراهيم على نواف المطيري وكرات العرضية الهدف الثاني. شوف هذا نواف المطيري، وحمد الطيار امامه يلعبها على طول، ولمسة بسيطة في فاول، وكرة ملعوبة الى فهد الفهد، هجمة فهد حاول وتلعب، وفهد الفهد الثالث، يسجل فهد الفهد الهدف الثالث لكاظمة في الدقيقة 13. فهد الفهد، شوف هذه عادة شوف هذه عادة، الهدف الثالث لفهد الفهد. شوف
حاول بدر الجمعة كانت هناك مباراة مميزة في الدوري لا تسقط من الذاكرة، العربي والكويت. وهذه المباراة ربما بعد ما تشوفوا الأهداف تذكرون كانت مباريات من المباريات المميزة، حتى الصحافة في ذاك الوقت كتبوا أنها من أجمل مباريات الدوري، مباراة ساخنة في أدائها في نتيجتها في لاعبينها. دعونا نتوقف إلى أجمل مباراة كانت في تلك الحقبة 2006 بين الكويت والعربي. أحمد الصبيح يغطي ويقطعها، أحمد حاول يعدي يقطعها منه خالد خلف، علي مقصيد، فراس يلعب له كرة حلوة بينية إلى نادي العربي بالجول. حلوة 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 وانفراد حلو للموسوي إلى حسين الموسوي، كرة حلوة للعربي بينية بعد ما لعبت من علي مقصيد إلى فراس، وشايف على طول اللعب قبل لا يطلع موقف تسلل ومشاله كرة إلى حسين مقصيد إلى علي مقصيد، وبالفعل كرة حلوة كانت ملعوبة وسجل العربي هدف الأول في الدقيقة 18. في الدقيقة 18 إذن هذا حسين موسوي، حسين موسوي، وهذه كرة وهذه إعادة للهدف. حسين موسوي بالدقيقة 18 يستطيع تسجيل هدف، وهذه إعادة، شوف كرة المرزوقية بعدها إلى كورنر. إذن العربي واحد وكورنر لنادي الكويت وملعوبة وتنحط وجول، وانحطت جول، وانحطت جول لنادي الكويت. شلون انحطت هذا؟ كأنه اصطدام باللاعب، يعني واحد واحد، نقول واحد لا شيء، الآن واحد واحد بنفس اللحظة اللي لعبت فيها الركنية. شوف اللعبت بالرأس بطريقة حلوة، وأربومن اصطدمت فيه بدخولها. شوف 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 هذه اللعبة اللي لعبها اللاعب اللي هو أحمد الصبيح. أحمد الصبيح هو اللي غير اتجاهها، وهو اللي تسبب بدخول هدفه، هو اللي تسبب بدخول هدف. العربي لعب بمهاجم واحد، يعني مهاجم واحد وفريق يريد الفوز لعب بهالطريقة، طبعا خطأ، طبعا خطأ. لازم يتقال الآن فراس، لأن فراس برا، يا فراس برا، لأن فراس برا يتعالج. فعشان كرة لوليد، وليد يعدي يعدي والكرة وخطرة ويحطها على طول. الله جراح، الله وليد علي، وليد علي المشكلة، وليد علي عامل مشكلة، وجراح العتيجي الإعادة، عطنا الإعادة. شوف طريقته، يعني ما يبيها تطلع عالية، أهم شيء يقول ما تطلع عالية وركز على الجول، وبالفعل هدف حلو. شوف وليد، شوف وليد رفع راسه، شايف جراح وعطاه إياه على طول، جراح على طول وهو ماخذ ريله بمشطة وعلى يمين الحارس بالدقيقة 11 الهدف الثاني للكويت. طلال خلفان، كرة يحاول يتقدم، كرة ملعوبة وهو الجول، يلعبها بالجول، جول الموسوي، هدف الثاني الموسوي، الموسوي وكرة على طول ويعدي وكرة تمشي معاه على طول وما فيها موقف تسلل. طبعا شوف لاعبي العربي رايحين يبون الكرة على أساس إنه ممكن يستفيدون من الوقت، على أساس يخرجون من المباراة فايزين. كرة شوف هذا جمهور العربي، وبالفعل هدف من الموسوي حلو بدقيقة 38. حسين شوف 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 ما فيها موقف تسلل، شوف الكرة بعد ما لعبت مغطي واحد في اللاعب الكويت، مغطي، شوف لا زال مغطي معاه، شوف رجعت الكرة، فهد عوض كان مغطي بشكل واضح. هذه الكرة بعد ما لعبت، وهذا المسوي لعبها، وشايف اللايمن ما رفع طبعا وحطها لأنه ما فيها شيء، وكرة بالفعل لعبها عبد الكريم مطوع، يمكن أو عبد الله عبد الكريم مطوع. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. أتمنى بإذن الله تعالى وأنا وطاقم العمل معاي قدمنا إن شاء الله حلقة مميزة في أهدافها في ذكرياتها. غدا بإذن الله تعالى لنا موعد جديد، فالكم طيب إن شاء الله، يوم دوم، مع السلامة.